برأيك عدد الفولورز هم يعني يقول انه هاي الاعلاميه جيده؟ لا لا، وبدليل اكو ناس دا تقدم محتوى تافه ودا تشوف عدد المتابعين عالي. وخلي مثلا قناه او متابعي كاظم الساهر اقل ايش قد يوصل، مثل مثلا اغنيه بيتك طيو، فما ما يعني ما له علاقه تجيب اغاني كاظم الساهر، قصائد كاظم الساهر بالغناء وتجيب فد اغاني يعني اليوم الاعلاميه الاكثر متابعه يعني الاكثر عدد فولورز بالعراق هيفاء حسوني، اعتقد عبرت 10 مليون. شنو رايك؟ على فكره اني استغرب حقيقه، يعني اني مثلا من اجي على شخصيات عامه مثلا من اجي على الملكه رانيا، الملكه رانيا 6 مليون، اجي على شيخة موزة، شو ادخل بالانستغرام شوفها شيخة موزة، يعني ملكة رانيا شخصية عالمية ملكة، زين انت بس شعبها دا يتابعها كلش كافي. طيب شيخة موزة زين ما متجوز 600,000 700,000 المتابعين مالتهم، وكذلك كثير من الملكات. يعني تتهميهم انه يشترون الفولورز؟ ما يعني هسه انا ما اريد اتهم، بس اكو ارقام مو طبيعية، اكو شيء مو صحيح. شنو رايك بها كاعلامية بصراحة؟ أنا مو بموقع يعني تقييم إلها، ولا أني أقدر أقيم أو أحكم، لكن أنت سألتني على تفصيلة محددة، فأني أقول إنه شخصية ممكن نص العراقيين ما يعرفوها سوى هيفاء أو غيرها، يعني مع احتراماتي إلها واللي كل الجسمة مثيلاتها، نص العراقيين يكون ما يعرفوا من هيفاء حسوني، بس المحصله يعني ايش قلت هي اعتقد 10 مليون اوكي 10 او اكثر يمكن. بالمحصله انت من تجيب ملكه او ملوك او رؤساء او يعني تشوف انه الانفلورز اذا بس على عدد شعبهم هم ما يتجاوزون نص العدد ما عدا الشخصيات العالميه اللي تتابعهم. طيب كيف انه هي على مستوى محلي نص العالم يعرفوها؟ الموضوع عليه علامات استفهام. نعم، ومفروض ان الانستغرام تتابع هاي الاشياء.